الحقيقة دايما عندي في الحتة دي اليمام لازم يبيض، يعني الحمد لله بيجي لأن في أمان وأمن ليهم، فبيجي في البلكونة دايما يبيض كل فترة كده، ودول زغلولين جداد ما شاء الله عليهم جمال قوي. لما أقرب إيدي بقى إيه اللي يحصل؟ الدكر بقى إيه بيضرب مع إنه صغير أهو. ماشي ما تخافش مش هعمل لك حاجة، بس شوفه واضح ان ده الدكر اللي وراه النتائج. ما شاء الله جمال قوي، عايز اوريكم بس النتائج. شجاع قوي ما شاء الله عليهم جمال جدا، وعلى فكرة بيكبروا بسرعة يعني، وبسيبهم يطيروا لوجه الله تعالى. واي حد يحصل عنده كده يسيبهم لوجه الله تعالى، هيستفاد بيه ايه؟ لو هتستفادوا ايه لو حبستوهم او كلتوهم؟ لا يغني ولا يسمن من جوع. يلا بقى باي باي بقى.